تمرين لضم الحرز، وده من التمارين المهمة جدا جدا. انا بنشط بقى، بص انا كل مادة بخش في تعقيد اكتر. التمرين اللي فات كان اسهل من التمرين ده، كل مادة بتعقيد التمارين بيزيد اكتر. تمام، يبقى انا هو ماشية بتدرج اهو. طيب لضم الخرز، بجيب خرز كبير الاول، حجمه كبير، عشان يبقى سهل على الطفل ان هو يمسكه، ويبقى الدبارة او الخيط اللي بدخله في الخرم بتاع الخرز او يكون كبير شوية، فيسهل عليه ان هو يشوفه ويدخله. تمام، وكل مادة ببتدي اقلل حجم الخرز عشان ازود التعقيد اكتر. تمام، بس ايه؟ بالتدرج. بجيب كمية مناسبة من الخرزات الكبيرة، وسلة أحط فيها الخرز ده، وأجيب رباط بتاع الحذاء. التمرين ده بيتعمل من سن 3 سنوات فما فوق. تمام، طيب إيه الهدف؟ أعلمه إزاي يلضم الخرز ويعمل تناسق في حركة إيديه. تمام، طيب لما يحصل تناسق حركة ايديه وصوابعه عمالة تمسك في الخرزاية وتمسك في الدبارة في رباط الحذاء وتدخله في الثقب، كل ده بيعمل ايه؟ بيعد الايد لتمارين الكتابة. تمام، شوف انا بقالي قد ايه بعمل تمارين عشان اعد للكتابة، والاقي الامهات فجأة ابني داخل الكيجي ولازم اعلمه يمسك القلم قبل ما يخش الكيجي، فتبص تلاقيها يلا ومرة واحدة تروح ممسكاه القلم. غلط، خلي بالك انت كده بتدمري عضلات ايده. العضلة قبل ما اديها لود عالي وعلي عليها اللود لازم امرنها الاول. طيب نقطة الاهتمام في التمرين ده ألوان وأشكال الخرز والأحجام المختلفة ليه، بتلفت نظره قوي. أيضا نيجي بقى لنقطة التحكم في الخطأ. الطفل احنا قلنا ان كله تعليم ذاتي، يعني ايه؟ يعني الطفل بيكتشف غلطته بنفسه. طيب يكتشف الغلطة ازاي؟ لما يجي يدخل رباط، بدل ما يدخل رباط الحذاء في الثقب ما يعرفش، فيبتدي كل ما يدخله لسه عينيه ما اتنشطتش قوي، فبيدخل بطريقة غلط، فالدبارة او رباط الحذاء ما يخشش. طيب ايه النشاط الاضافي اللي ممكن اعمله زي تمارين او اضيفه لتمارين لضم الخرز؟ ممكن نجيب قلنا انواع اصغر من الخرز، والخيوط تبقى ارفع من او ادق من رباط الحذاء. ممكن استخدم اخليه يعمل بقى، يبتدي يعمل مثلا طفل نظم سبحه، مثلا نعمل اكسسوارز، نعمل مثلا كولي، نعمل حاجات اللي هي الدقيقه دي. الأطفال بيحبوا يعملوا كده وبيبقوا سعداء جدا وهما بيحققوا النتائج دي. الطفل هيعرف يعمل. أيوة، إحنا لما بيكون في عندنا مثلا مناسبات دينية بيقعدوا ينفذوا السبحة بشكل عادي جدا. البنات بيقعدوا يعملوا البريسلت الكوليهات والحاجات دي كلها بكثرة، وبينوعوا فيها وبيدخلوا أنواع مختلفة من الخرز مع بعض. هل السن ده يعرف يعمل؟ أيوة، السن ده يعرف يعمل، بس لما يبقى في تدريب. أما كل يوم أبقى بشغله وبخليه يبقى مستمتع وبعمله، يعني بخليه يبتكر. تمام، طيب ممكن استخدم ايه تاني؟ الزراير، الثقوب بتاعت الزراير. ما عنديش خرز وما عنديش الحاجات دي، عندي 3 4 زراير اخليه يدخل فيهم الثقب وايه ويطلعه. تمام، ما عنديش ده ولا ده، جيبي حلقات زي
الخواتم، وخليه يدخل 5 6 خواتم، وخليه يدخل فيهم الايه الخيط، يمرره فيهم. ف كده يبقى احنا عملنا، مفيش لا ده ولا ده. في الحلقات بتاعت الستاير خليه يدخلهم فيهم، يعني ابتكري، واللي موجود عندك في البيت اشتغلي بيه، وما تستنيش اني اصلا انا هشتري، اصلا انا هنزل اشتري، اصلا انا مستنيه الامكانيات بس والظروف. لا، نشتغل باللي موجود عندنا. المنصوري معمول علشان احفز الطفل واخليه يبتدي يبتكر باللي موجود، بالادوات اللي انا اقدر اوفرها له. مش تقعدي تقولي مفيش امكانيات، مفيش امكانيات، والادوات غاليه، وادوات المونسوري غاليه، وعشان اجهز اوضه الولد بالمونسوري يبقى انا محتاج. لا، وبعد كده ان شاء الله حتى في التمارين اللي هتيجي من الصعب ان احنا محتاجين ادوات و هنحاول ان احنا نصنعهم قدر المستطاع. احنا لحد الان مش محتاجين نشتري حاجه، لحد الان كلها خامات موجوده في البيت عندي. تمام، يلا نشوف التطبيق العملي.